إلى أهم مادة غذائية على مائدة العراقيين، تصل الأزمة الاقتصادية لتعكس هذه المشاهد حقيقة إصلاحات السوداني التي جعلت هذه الجموع تحتشد وتتدافع من أجل الحصول على طبق من البيض ويروج له وكأنه إنجاز حكومي. العبوا المفاجأة مال محمد السوداني أبو الدولار ب 168، شوفوا الكارثة، شوفوا الإنجاز مال حكومة محمد السوداني. طبقة البيض ب 5000 لازم ينسرها. يا شعب باوع باوع لي شوف. نسبة الفقر وصلت إلى مستويات كبيرة ومخيفة بحسب ما تذكره التقارير والمصادر الرسمية وغير الرسمية، بينما 5% فقط من العراقيين يستحوذون على نحو 80% من الناتج المحلي. أمام هذا الواقع يجد السوداني في طبق بيض المائدة ومفردات السلة الغذائية المخرج من أزمة الفقر. تأمين هذه السلة الغذائية كما ونوعا من شأنه معالجة الفقر. سخرية من عقول المتابعين أن يكون البرنامج الحكومي للقضاء على الفقر بالسلة الغذائية، بينما تغيب المشاريع الناجحة والحلول الناجعة في الصناعة والزراعة من أجل القضاء على البطالة ورفع مستوى دخل الفرد في بلد يطفو على بحر من النفط. وبدلا من دعاية البيض الحكومية، يطالب المواطنون بإيجاد حل لانخفاض قيمة الدينار الذي أثر بشكل سلبي في أسعار المواد التي هي في الغالب مستوردة ويجري شراؤها بالعملة الأجنبية، وهو ما فاقم من معاناة المواطنين وأصحاب الدخل المحدود. بيض السوداني يذكر بقصة العدس في عهد عادل عبد المهدي عندما اجتاحت البلاد موجة غلاء كبيرة، فأعلن عندها زيادة تجهيز كمية العدس إلى نصف كيلو للفرد مروجا له كأنه إنجاز عظيم. هسه زيادة أحسن من النقصان. نعم مو زيادة عظيمة، مو شيء يعني تسمى مكرمة أو منحة أو شيء عظيم، ما حد يدعي هذا الشيء. عقلية حكومية لم تتغير، وإنما المتغير الوحيد هو استبدال دعاية العدس بدعاية بيض المائدة.